السلام عليكم ورحمة الله. طريق الباز، ازيك الخير؟ شو الباز معتها؟ عندي هون شوي كلمة نقول هذه نفوت احصى شوي نصاب. لا صوت مسموع حد يقول هذي. موريتانيا توما قطع عنكم الضوء. الصوت مسموع. حسن أخرت بيك. الصوت مسموع ولا ما مسموع؟ عندي هون شوي كلمة هون لاحظت فيها أنا قاعد مباشر، ما كنت مستعد لها الأيام، ما نجاب له باش دوائي لك إياها. الشعب الموريتاني ما يخلصنا يا قال بعد ليه بعد الكلمة واحدة اللي لا بدنا نقولها. حد يأكد لي كان الصوت مسموع. صوت مسموع يا وزين، ما مسموع كيف شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت فيديو مال ياسر مخلوق مولانا فهم يتمتر تحت قبة البرلمان، هم يبرس الناس على انه يتكلمون بالفرنسية. لا لا حقيقة حقيقة نص مكتوب بيا بلغ من كل شيء. أنا قاعد جاي المدة هم يغرسي هم على المستنتو تحت قبة البرلمان المستنتو بلغة المستعمر ما في ذلك من رمزية، مع أني أنا من الناس اللي يقول قاعد موريتانيا ماذا استغلت موريتانيا ما خلق إدارة ما فيها فرنسا قاعد هم تفلة هذا كل حد يعرفه، والنخب اللي فهم الناس اللي شفتهم فهم قطعوا عادوا إداريين ما قاعد شفتهم عرجوا على الموضوع قاعد تكلموا عن موريتانيا السياسات تقرر في فرنسا في باريس كأي دولة مستعمرة، هذا كل حد يعرفه. جاهدين الناس معنا جاهدين هم على الرؤوس، ثم ذوك اللي تدخل الإدارات اللي تقيسوا وزارة المالية اللي تقيسوا اللي بعض تشتغلوا بعض تطلعوا في بيروهات وتخلصوا على ظهر الشعب الموريتاني، قولوا لهم على عن قرارات السيادية وزارة النقابة في باريس وعن السفارة الفرنسية في موريتانيا تقوم بمقام مسير، والحكومات الموريتانية ما هي إلا شي من حكومات لا وزارته لا شي مادة وتو قاعدة توكل تطلق كلهم يجي عن طريق وزنه الاجتماعي قبيلته أسرته يكونوا على الملاد اللي هو اللي يجعل فينا على عن القبيلة إلى الآن مازالت منتشرة فينا بشكل عجيب وغالبية متحكم الأول والأخير في المشهد العام والمشهد السياسي. رجعنا قضية مخلوق مولانا اللي هام يفرس الناس المسألة مولي كل مرة تمنين يقوم لنا واحد يجي لقبة برلمان هذا النواب خوربور هام يفرس الناس على أنه يتكلمون بالفرنسية، أنت ما تتكلم بلهجتك تاكل الأم والله متعقد منها والله فيك عقدة منها، ليش تاكل ام يا اخي لعت بولاري والله صنونكي والله ولفي والله حساني تكلم بوحدة من اللهجات موجب جينا احنا تفرسنا هو هذا عن صمت لك الفرنسية، ما انا قاعد صمتي لك انه المسائل يتم يقبض لكم حد ياتكم انتم تحزموا كريعات وكيف تديك وتزرقوا لقدام، انه المسائل لا تشكوا عنه عفوي هذا مخلوق مولانا مرسول رئاسة السفارة كانوا يبعرص شوي مجالس البرلمان، وقضية لعن والمقت والمقت اخبار قاعد يعود رئيس قاعد واش تما قاعد يعاد رئيسهم، مشكلة المسؤولين ما تعرف قاعد في حال
مدة تاريخ من الترام يا أحد سبحان الله أخذين من غبورتهم. المشكلة تعال ما عندهم مسؤول يسوى لا بعض قاعد عود بلانتون في إدارته. هذه المشكلة الكبيرة اللي تعاني منها المجتمع. وقضية المدرسات قد قلتها هاتش قد كتبتها ونختار من يقولها في البث. المدرسات اللي تنص على اللهجات المحلية هي أعطوا من يقولوا لهم على عنهم ذوك حسانية والبولارية والولفية والصنونكية شو من اللهجات العربية ما يهم تقدم عنهم ناكب عربية لغة كبيرة سماوية خبارها من اللهجات أخرى على العين والرأس يقال يبقى شو من اللهجات ما يقارنوا بالعربية حد يبقى يتكلم بواحدة منهم يجي يتكلم بها وحد يبقى يتكلم بالعربية يتكلم بالعربية يقال مادة بسات نفسها فيها خلل كبير ولا فاطن له حد والله زاد فاطن له مع مين روس معنا يا الناس العربية لا تحل محل الحسانية في المادة السات يطعدهم ناس اللي عندوك اللهجات المحلية الحسانية منهم تندرهك عن العربية دي المسألة اللي دائما واحدين يحاولوا عنهم يقولوا عن العربية عن هي الحسانية هاي مغالطة إذا ما هو صالح يطمد تصيغ تعيد صياغة هذه المادة شوف واحدين هم واحدين في التعريب وشو ملادون نوع يالتهم العادوا عندهم اتصالات بهذا البرلمانيين اللي ما يزوا شيء اللي مدى قاع كافي من خزوها على عنها حتى المساجد ما بيتم على عنها تم ينصرف عليها من الدولة مدى تمنع المعون وتمنع اي رواية فيه اي شيء يقعد نافع عايكم تعرف ذاك التسريبات اللي خاضوا هون والله زادوك المواد اللي قطعون قبضوا من القناة البرلمانية فيما يخص شو المصاريف كانت الدولة تولاهم فيما يتعلق عن الكهرباء المساجد ايش ترى عن كارثتكم لا مدم الصهاينة تو فهم كارثتكم شو من الصهاينة لا شو من بني صهيون هم اللي كاردينكم ايوه المادة ساتة تعاد صياغتها وتندار فيها الحسانية كلهجة من لهجات محلية لكن جغجغ فهم جاتني الفم متخلطة يعني قالوا لهجات ما قالوا لغات عربية لغة وكبر من الفرنسية ما تعود فرنسية قاعد تقارن بها الفرنسية خارجة شي من ترقاط اللي حتى 60% منها مثل ياسر الناس ما يعرفوها عندي عن خالد كادم قالوا باتريك بروفوست جو رابي بلي دو سون نو قطة قال لهم جاهم وقال لهم في بلاتو فهم فرنسي على عن اللي يقولون شو الجمل الفرنسية قال أصلها كان عربي 60 أكثر من 60% من اللغة الفرنسية مقبولة من العربي لغة فقيرة جدا يعني ما يلتقط قاعد بدون تذكر في نفس الجملة مع العربية العربية لغة من 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 آدم جاية لغة خاطب بها الله سبحانه وتعالى البشر بكتاب من هو أفضل كتاب موجود على وجه البسيطة ولا تقدر تقارن مع خرام زخرين نشوف مثلا هذو الدول الصغيرة كيف سويسرا كيف نيوزيلندا كيف بلجيك فيها النيرلندية فيها الفلامانية الفرنسية الجرمن الألمانية يعني وين هو المنطق على عنا احنا تمو حالا ماشيين معانا بالفرنسية مفرصة علينا هي ما هي بداخلة في اي اطار قانوني ما بمشي مثلا يسمح النوبة بعد على الاقل قاعد اللي تحت قوة البرلمان هم اول حد يلطو يحترم القضية معنا فهم موريتاني ما فهم حد محترم اي قانون يسوه شنو هو يقال بعد اي جداع جاكم والله اي خيلق مولانا جاكم عقب الدار تفهموا الفرصة عليكم على عنه يخصر القانون يعطيكم تحزموا كريعاته وتزرقوا في قدام هذا مستمن لا تقبلوه والمقت ما قد يمثل شرعية فهم ولا يمثل سبة واخر الإنسان تم قاعد حياته كامل دار لابس تاني كبار منك منك ومن التالي انت رسلت جابت له قوة البرلمان يتم فهم قاعدنا احنا فهم شار بيدي خوتي عالم موريتانيا اللي خاسرة موريتانيا خاسرة يالت تتغير يا تتبدل ما يتبدل مازلنا مالتنا قاع احنا نفوسنا استقلينا استغلال حقيقي لان احنا مازلنا قلت لكم عني
مثلا تحت الاحتلال الفرنسي. وقضية هالمطالب مثلا مطالب مشروعة جدا، اللي هي مطالب على عن مد الطالب بتعليب منظومته، هي مطالب مشروعة جدا، قيادة الناس تصمم وتعدل بطريقة تعود أكثر ذكاء وتعود من النخب موجود، أساتذة والمعلمين والمدارس أباء التلاميذ، ناس كانوا قاعدة تمشي بنفس القضية. والله أعرف عنكم ليه رجلتكم الموت توفى أخباركم، لا فايدة إنسان يعود مثلا قاعد في دولة هو محقور فيها ولو فاطن لها مش يقول كلمة عربية في واحد من شوارع فرنسا، والله أقول لهم ألعنك تدخل عربية في التعليم الأساسي. قيس قبة البرلمان الفرنسي ودخل فيها وقاعد يتكلم بالعربية، تشوف ذاك اللي خلقها هو باطل، لا ما محاملين باطل، قاع حجاب قاع مرأة متحجبة ما محاملينها. الناس قوموا عودوا واعيين بحقوقكم، هذا اختوني ما ترى حد ينفض فيه فمو، يمسح فيه فمو ولا ينفض عن ذنبه. ايوه قضية عرجونا شوي على الرئيس، شفتوا حالا قال ابن كهيدي على عنه صديق الشباب، اصدقائك رايهم كانوا يكردوا الحيط كردوا الخلال، انت دوانك صديق الشباب حبستوا ما خلق مولانا يقول عنه ليه جبنا ترينه ليه عدل لنا جسور وليه ما خلق شيء ما هو ليه عدل موريتاني كل نهار ندش المشروع ما خلق مولانا كيف ما هو فيق عليه قال لي عدل ده لي عدل ما هو فيق عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانا وصلت الدار لين تحت ترى ما هباس ودعناكم مولانا.